يعني الكابتن اتكلم في نقطة مهمة جدا، وهو ان المنتخب المغربي عنده حلول كتيرة في الملعب، سواء من اليمين او الشمال او من العمق او حتى الضربات الثابتة كابتن، والضربات او الامور الخاصة بالقرار الكورنر والامور الخاصة بالكرات الثابتة بشكل عام حوالين ال 18. بالتالي انت هتتعامل معاه ازاي؟ ايه اللي تقدر توقف بخطورة المنتخب المغربي من وجهة نظر كابتن مصطفى؟ هو مثلا انا بكمل على شريف ان هو الماتش اللي فات كان متأخر بهدف، يعني نزل الماتش متاخر بهدف في البدايه، في اول ربع ساعه جاي في جون، هو لعبته بشقلقانه خالص انه متاخر، ما فيش اربعه، ما فيش استعجال، كان بيلعبوا بثقه عاليه جدا وبيلعبوا ان هم في اي وقت هيكسبوا، وده اللي حصل لهم فعلا، ان هو جاب جون وجاب الثاني وضيع كتير وضيع اجوان كتيره وشاط على الجون. المنتخب المغربي انا مش عايز ازود من قوه المنتخب المغربي قوي عشان ما نخافش منه لدرجه ان يعني هو ده المنتخب منه. المغربي مثلا بتاع يعني سلفه سابقه ولا لا 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 يعني هو بص انا عايز اقول لك هو طول عمرهم فرقه كويسه لا افضل افضل من سنوات تكتيكيا افضل تكتيكيا افضل وهم كتيم ورك مع بعض لا هم افضل من فرق كتير لعبت هم يفكروني ب 86 معقوله عزيز بودربلا وكريم لا كان فرقه تقيله قوي قوي يعني احنا عشان نكسبهم مصطفى حاجي بقى والناس دي عشان نكسبهم كسبناهم بجون 86 انا كان ليا الحظ ان انا اكون موجود في البطوله ديت كسبناهم بجون واحد اطار ابو زيد فانا عايز اقول لك ما كانش ينفع نكسبهم الا كده رغم ان احنا ضيعنا اجوان كتير كابتن خطيب ضيع جمال عبد الحميد ضيع اجوان كتير جدا لكن احنا زكي فرقه كانت متكامله بنفس اللي احنا شفناه ده ولكن احنا لعبهم ازاي اولا لازم نقفل مفاتيح اللعب كويس قوي ولازم نلعب على 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 فعلا زون كويس قوي نقرب المسافات جدا يعني ثانيه واحده كانت يعني نفس طريقه اللعب اللي كنت بتلعب كوت ديفوار ده مليون في الميه انا ما اقدرش افتح اللعب مع فرقه بحجم المغرب لعيبه بتتحرك كويس جدا ده عشان امكانيات المغرب ولا امكانياتك انت امكانيات المغرب انا مش عايز اقلل من فرقتي اثبتت لنا في كوت ديفوار ان فرقه كويسه وفرقه تقيله ورحنا وابتدينا نضيع اجوال في ماتش كوت ديفوار عنصرين لما يكونوا غايبين عنك زي شناء لعيبه تقيله وحمدي فتحي لعيب تقيل وكل حاجه ولكن عندنا البديل ان شاء الله الكوف ان يبدا سواء زيزو او مهند في نص الملعب وابو جبل اثبت ان هو جون تقيل قوي جون كويس قوي وده ثقه لعيبته وبرده من اسباب وصولنا ابو جبل فكل التوفيق ان شاء الله بكره اللي انا عايز اقوله لازم نقفل على الحكيمي كويس قوي نقفل الجنب الشمال كويس قوي نقفل بطريقه كويسه ونقرب من بعض قوي ما نفقدش الكره بسهوله لما نمتلك الكره لازم ما نفقدش الكره بسهوله الناس اللي قدام هتتعبنا كتير قوي ان هم بيتحركوا الثلاثه ما بيثبتوش في مكان خالص بعكس كوت ديفوار كانوا ثابتين فسهل الرقاب عليهم ولكن احنا بنشوف نوفال بوفال بيتحرك كتير لوزا بيتحرك كتير زكريا ابو خليل بيتحرك كتير يمكن مش عايز اقول اقلهم النصير يعني اقلهم شويه ولكن هو دماغه كويسه وليه واجباته ووظائف جول ولكن هو سترايكر كويس يعني برضو ربي يطلع وبيخبط وهداف وبيجيب اجوان فانا عايز اقول مش هنقلل من حد نص الملعب بيغطي كويس لازم احنا نقفل كويس قوي انا برجح ان احنا فعلا لازم نلعب بمهند مكان حمدي فتحي لو حمدي فتحي مش هيقدر يلعب انا برجح زيزو له دور تاني يعني زي الماتش اللي فات نزل في وقت كويس قوي فادى كويس قوي لان زيزو في الماتشات كلها اللي نزلها هو بيأدي كويس قوي فانا مش عايز اقول ابدا بيه لا انا عايزين نبدا نامن الفرقه كويس قوي نامن لان انت طول ما انت مش جيب لان الفرص برده 50% و50% طبعا انت في البدايه فانا عايز افضل يعني. افضل فتره كبيره جدا ان انا محتفظ بال 50% ان انا في اي وقت ممكن اجيب جول طيب